بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة محاضرة الـ Operation Research in Accounting بتاريخ 15 أبريل. اتكلمنا قبل كده على BERT، إزاي بنعمل الـ Project Network، وإزاي بنحسب الـ Critical Path. هنتكلم النهاردة على جزء جديد، ازاي نعمل كراشنج للكريتيكال بس. تعال نشوف الكلام ده مقصود بيه. ادي اكزامبل عندنا. Earth Mover is manufacturer of road construction equipment including bovers, rollers and graders. The company is faced with a new project introducing a new line of loaders. Management is concerned that the project might take longer than 26 weeks to complete without crushing some activities. هنا بيتكلم على إن الإدارة بتفكر أو بتهتم بإنها عايزة تنفذ البروجكت بتاعها. بيقول لي هنا إيه؟ might take longer than، هو ممكن ياخد وقت أكتر من 26 weeks to complete without crushing some activities، بدون ما نعمل crush للايه للactivities. طيب تعال نشوف الداتا اللي عندنا نتكلم على ايه. ادي عندنا البيانات، ادي الactivities، وقلنا ده الديسكريبشن بتاع الactivities، حتى لو مش موجود عندي مش هيأثر في الشغل بتاعنا. وادي الimmediate predecessors، وادي الكومبليشن تايم، والكومبليشن تايم عندنا بالايه بالويكس. يهمني جدا يبقى عندي الاكتيفيتي، ابقى عارف الاميديت بروسيسور بالنسبه له، وابقى عارف الكومبليشن تايم. واحنا خدنا حالتين، يا اما مدين الكومبليشن تايم جاهز كده، ده كنا بنسميه الاكسبكتد تايم، يا اما بيبقى مديني الايه الثري تايم ابروتش، وانا اللي ببدا احسب الايه الكومبليشن تايم بالمعادلات اللي احنا اتفقنا عليها. طيب تعالى من البيانات اللي عندنا كده، البيانات قدامنا اهي، تاني نركز عليها بس عشان نبقى نشوف الشغل اللي هنشتغله بعد كده هيبقى فيه ايه. ادي الاكتيفيتي ايه، الاكتيفيتي ايه، الميديت بروسيسور بالنسبه له نان، التايم 6، بي عنده بروسيسور ايه، سي بروسيسور ايه، دي بروسيسور بي، والE predecessor B، الF predecessor B and C، الG predecessor E and F، الH predecessor G، والI عنده predecessor D and G. أنا النهاردة بالورقة والقلم كده هنبدأ نشوف ده بيتعمل إزاي. تعال نشوف أول حاجة عندنا كده أهي، الأكتيفيتي إيه؟ ما عندوش بريدسيسور. تعال نرسم، ادي الاكتيفيتي ايه، اتفقنا ان الاكتيفيتي عباره عن ريكتانجل اور نود او نود، ومتقسم الى فور سيكشن. الجزء اللي عندنا ده اللي احنا قلنا عليه الابر هاند ليفت كورنر، ده بنكتب فيه اسم الاكتيفيتي، ادي اكتيفيتي ايه، وتحته على طول الكومبليشن تايم بالنسبه له 6. طب هل ده ليه بريدسيسور؟ لا مالوش، فبروح كاتب كده خلاص انا عرفت ان ده ملوش بريدسيسور، فانت عندك من البدايه خالص ان ده الستارت، ادي الستارت ارك كده، او عايز تقول عليه ارو مش مشكله، فروم ستارت بوينت تو ايه، ده معناه ان الايه ما عندوش ايه immediate predecessor. طيب نرجع تاني للبيانات بتاعتنا، B عنده predecessor A و C عنده predecessor A، فأنا معنى إن هو عنده predecessor يعني الإيه قبله، الإيه بتسبق، يبقى آدي B، آدي B، والتايم بتاعها 4، وآدي سي، والتايم بتاعها 3.
بريديسيسور قبلها يبقى الارك فروم A to B، وفي ارك فروم A to C. تعال نشوف اللي بعده. ال D عنده بريديسيسور B وال E عنده بريديسيسور B، يبقى انا كده ال B طالع منها سهمين، واحد لل D واحد لل E. التايم الخاص بال D 6 والتايم الخاص بال E 3، ده البريدسيسور بالنسبة لهم B. يبقى في arc from B وفي arc هنا from B. طيب نروح للي بعدها، ال F عندها بريدسيسور B و C، يبقى في F كمان اهي، التايم بتاع ال F 10، وعنده بريدسيسور B يبقى فيه arc from B to F، وفي arc من ال A من ال C لل F. ال G عندها بريدسيسور E و F، يبقى فيه هنا جي وبريدسيسور من الاي من الاف، الجي التايم بتاع الجي بتو. الاتش عندها بريدسيسور جي، دي الاتش، ال H عندها بريدسيسور جي والتايم هنا 6. ال I عندها بريدسيسور دي و جي، ال I هنا اهي، التايم بتاع ال I 8، عندها بريدسيسور من ال D ومن ال G. كده خلصنا الاكتيفيتيز اللي عندنا كلها. خلاص يبقى انا كده عندي الفينش نود او الفينش بوينت. يبقى الفينش ممكن يبقى الاي وممكن يبقى الاتش. يبقى انا كده عندي الفينش، في عندي ايه، عندي حاجتين. طيب تعالى دلوقتي، ايه المطلوب منك؟ ان زي ما اتفقنا كل ريكتانجل او كل نود من اللي عندنا اللي موجودة في البروجكت نتورك لها جزئين دلوقتي عايزين نكمله. الجزء اللي فوق ده اللي احنا اتفقنا بيبقى فيه حاجتين، الايرليست ستارت وهنا الايرليست فينش. طب ده بيتحسب ازاي؟ ده بيتحسب زي ما اتفقنا، بنشتغل كده فورورد. طيب تعال نشوف احنا بنعمل ايه. ركز عشان دي تعتبر حاجة جديدة بالإضافة لأن احنا بنراجع اللي فات. ايه have أو has sorry no predecessor، يعني هيشتغل على طول، مش هيستنى نشاط قبله يخلص عشان هو يبدأ. يعني هو مجرد ما نقول start هيبدأ، هينتظر كام؟ مفيش. يبقى هنا ال earliest بالنسبة له زيرو، ال earliest start زيرو. طب وال earliest finish؟ ال earliest finish equal ال earliest start plus t، زيرو plus 6 يبقى هنا 6. تعالى البي، بي عندها بريدسيسور واحد بس، يبقى الايرليست ستارت بالنسبه لبي ايكوال الايرليست فينيشت بتاع ايه، بتاع البريدسيسور بتاعه الايرليست فينيش، يبقى ده 6. طيب 6 بلس 4 يديني الايرليست فينيش 10. تعالى السي، عنده برضو بريدسيسور واحد بس، يبقى هنا هينتظر كام؟ هينتظر لحد ما ايه يخلص، ايه يخلص فين؟ ال earliest finish بالنسبة له 6، يبقى ال earliest start عند C 6، 6 plus 3 يبقى ال earliest finish 9. تعالى ال D، ال D عنده predecessor واحد بس اللي هو B، على طول بقى تاخد ال earliest finish يبقى هو ال earliest start plus ال T يديني ال earliest finish. اللي بعده هنا ال E predecessor واحد، ها
يبقى هنا هقول ايه الايرليست ستارت هو الايرليست فينيش بتاع بي بلس تي يبقى 13. تعالى بعد كده لده الاف عنده ها تو بريدسيسور البي والسي، قلنا بنروح في الحالة دي واحنا شغالين فورورد بنقارن ما بين الايرليست هنا 10 والايرليست من هنا 9، ناخد مين؟ ناخد الكبير، يبقى هاخد ال 10. تاني لما يبقى عندي activity has two predecessor or more أكتر، باخد ال earliest finish بتاعهم أهو، ده ال earliest finish بتاعه 10 10 وده ال first بتاعه 9، أقارن وأخد المين الكبير، يبقى الكبير هو اللي هستخدمه 10 10 plus 10 يبقى 20. طيب تعالى للجي، الجي عندها ها 2 predecessor، طب أعمل إيه؟ هاخد التو بريدسيسور اللي عندي دول، اخد الايرليست فينيش الاولاني ده 13 والايرليست فينيش هنا 20، اقارن ما بينهم واخد الكبير، يبقى هنا 20 20 بلس 2 اللي هي التايم يبقى 22. طيب تعالى للاتش، الاتش عندها بريدسيسور واحد اللي هو اهو 22 الايرليست فينيش بلس 6 يبقى هنا 28. فاضل الاي، الاي عندها تو بريدسيسور يبقى هقارن ما بينهم، ده عنده الايرليست فينش 16 وده عنده الايرليست فينش 22، اقارن ما بينهم واخد الكبير يبقى هنا 22 بلس 8 يبقى 30 كده تمام. طيب انا كده خلصت الايرليست فينش الايرليست ستارت والايرليست فينش، كده اتفقنا انا عندي تو ها نودز ات ذا فينش، في النهاية عندنا تو نودز، يعني ممكن تبقى النهاية اي او النهاية تبقى اتش، طب اختار مين فيهم؟ تختار اللي عنده اكبر ايرليست فينش، اللي عنده اكبر ايرليست فينش. طب هنا الايرليست فينش ب30 والايرليست فينش ب28، نختار مين؟ نختار ال30 طبعا، يبقى هنا هحط هنا 30 او 30 اللي هي هتبقى ايه الليتست فينش، يبقى الليتست فينش هثبتها على الماكسيمم بالنسبه للاكتيفيتيز اللي عندي. طيب انا عايز بقى اكمل الليتست، ما احنا عندنا هنا الليتست فينش والليتست ستارت، هنا الليتست فينش اللي احنا بنرمزناها بال اف وهنا الليتست ستارت. طب دي بنشتغل ازاي؟ زي ما اتفقنا اول نقطه ان انت بتحدد التايم تو كومبليت ذا بروجكت، عشان نكمل البروجكت ده عباره عن الماكسيمم اماونت اوف earliest finish time، ال earliest finish هنا ب30 وال earliest finish هنا ب28، اختار الاكبر اللي فيهم هيبقى هو ال latest finish، وهو في نفس الوقت هو ال ايه ال completion time of the project. طيب عشان نكمل ال latest بنشتغل backward، بنشتغل العكس، بنشتغل backward عشان نطلع الارقام اللي عندنا دي. طيب بنشتغل ازاي؟ اهو انت بدأت عندك ال latest finish، الليتست فينش ماينس تي يدينا الليتست ستارت، يبقى هنا 30 ماينس 6 يديني ايه 24 30 ماينس 8 22. احنا افترضنا ان احنا بنعكس، اعمل ريفرس للايه للاركس، يعني اتش فولد باي مين اللي بعده، مين اللي بعد الاتش على طول، مفيش الا ده، يبقى هنا الـ earliest اللي latest finish هو نفسه اللي latest start، يبقى انا هاخد مين الـ latest finish هنا هو الـ latest start هنا 24 24 minus 2 يديني 22. طيب هنا طب ده followed مرة من الـ H وفولد مره من الاي، يبقى ما كانش ينفع تحل كده، امال كان المفروض ايه؟ زي ما كنا هنا لما نلاقي اي اكتيفيتي له بريدسيسور كنا بنقارن ما بين الايرليست فينيش بتاعه، هنا لما يبقى عندك وانت شغال باكورد، لما يبقى عندك اكتيفيتي فولد لتو اكتيفيتيز لازم ايه تشتغل ازاي؟ نشوف هنقول ايه. تروح جاي هنا تاني اهو، خلاص احنا شغالين باكورد بقى، يبقى دي كده مش مظبوطه، امال المظبوط بتاعها ايه؟ ان انت عندك ده اهو فولد لتو اكتيفيتيز، ما انت لو افترضت ان انت هتعكس الايه
الاركس، يعني شوف ده طالع منه كام سهم، طالع منه سهمين، وانا راجع يبقى ده جاي بعد ايه تو اكتيفيتيز. هنا الايرليست، الايرليست سوري الليت الايرليست الليتست ستارت بتوين تو، وهنا الليتست ستارت بتوين فور. وانت شغال باكورد انت بتاخد الايه المينيمم، بتاخد الاقل، وانت شغال باكورد بتاخد المينيمم. يبقى احنا المفروض هنا نقارن ما بين ال 24 وال 22، يبقى احنا هنا هناخد الاقل اللي هو ال 22. 22 ماينس تي يبقى هنا 20. فهمنا الحتة دي؟ المفروض لما يبقى عندي وانا شغال باكورد، لو انا شغال على جي، جي ده فولد لمين؟ لو عكسنا الاركس فولد لمين؟ جاي بعد مين؟ جاي بعد الاي وبعد الاتش. الاي الليتست ستارت بالنسبة له ب 22، وال H الليتست ستارت لل I الليتست ستارت ب 22، وال H الليتست ستارت ب 24. بختار مين؟ بختار المينيمم الأقل اللي فيهم. يبقى وأنا شغال فورورد كنت بختار الماكسيمم، وأنا شغال باكورد بختار المينيمم. يبقى هنا هناخد ال 22 ماينس T يديني 20. طيب تعالى بعد كده، تعال نشوف الدي، الدي فولد لمين؟ يعني كان طالع منها سهم واحد، يبقى هي فولد. لو عكسنا السهم يبقى احنا فولد للاي بس. هنا بتويني تو الليتست ستارت بتويني تو هيبقى هو الليتست فينيش ماينس 6، يبقى احنا عندنا هنا كام؟ 16. طيب نكمل. الاي الاي فولد لمين؟ طالع منها كام اركس قبل كده؟ واحد، يبقى هي فولد لده بس، فولد ده بس. يبقى هنا بكام؟ بتويني. يبقى هنا الليتست فينيش بتويني ماينس 3 يبقى 17. الاف فولد للجي، فولد للجي بس، هو سهم واحد بس طلع منها. يبقى هنا هقول ايه؟ هاخد التويني، تويني ماينس 10 يبقى 10. تعالى بعد كده البي السي، السي طلع منها كام سهم؟ واحد بس، رايح لمين؟ لإف. يبقى هي فولد بالإف بس. الإف عندها ال latest start ب 10، هيبقى هو ال latest finish هنا 10 minus 3 يبقى 7. تعال نكمل. البي البي فولد للدي والإي والإف. هنا البي كان طالع منها سهم للدي والإي والإف، لو شغالين باكورد يبقى هي فولد للتلاتة دول. طب تعالى هنا كده نبين، لو خدنا عايزين نجيب الليتست فينيش، بروح اقارن الليتست ستارت بتاع الدي، الليتست ستارت للدي ب 16، والليتست ستارت للاي ب 17، والليتست ستارت للاف ب 10. اختار مين؟ اختار الاقل، يبقى انا هاخد ال 10. يبقى هنا الليتست ستارت ب 10 ماينس 4 يبقى 6. طب هنا خلاص تعالى للبي للايه، الايه فولد يا اما للبي وانا شغال باكورد، يا اما جايه بعد البي يا اما جايه بعد السي. هروح اقارن الليتست ستارت هنا الليتست ستارت ب 6، وهنا الليتست ستارت بكام؟ ب 7. اختار مين؟ اختار الاقل، يبقى انا هاخد ال 6. 6 ماينس 6 0. خلصت كده تمام. تعالى بقى ايه نحدد الكريتيكال باث بالنسبه لنا. لو حبينا نحدد الكريتيكال باث بالنسبة لنا، الأول التايم تو كومبليت ذا بروجكت، ها 30 ويكس 30 أسبوع، تمام. طيب عايزين نحدد الكريتيكال باث، يبقى هنروح بعد كده الخطوة اللي عليها الدور، أبدأ أعمل تيبل كده أرص فيه الأكتيفيتيز اللي عندي أهي، A B كده مثلا، A B C D وهكذا، وأبدأ أخد الإيرليست ستارت والليتست ستارت، او رتبهم زي ما انت عايز مش مشكله، واخد الايرليست فينيش والليتست فينيش. يعني لو جينا على الايرليست ستارت، هنا الايرليست ستارت بالنسبه لايه بزيرو، والايرليست فينيش اي تحت الايرليست فينيش ب 6، الليتست ستارت ب 6، الليتست فينيش ب 6، والليتست ستارت بزيرو وهكذا. يعني لو جينا على البي هي كمان كمثال، الـ earliest start بـ 6، الـ latest start بـ 6،
الاير ليست فينيش بكام؟ ب 10، والليتست فينيش ب 10، وتبدأ تجيب السلاك. تجيب السلاك زي ما اتفقنا، يا اما هتاخد الاير ليست ستارت ماينس الليتست ستارت، والاير ليست فينيش ماينس الليتست فينيش. في ناس تانية ترتب بالعكس، يعني تقول ايه الاير ليست، ادي هاخد الاير ليست ستارت الاول وبعد كده الاير ليست فينيش وبعد كده الاير ليست وبعد كده الليتست ستارت وبعد كده الليتست فينيش، مفيش مشكله. المهم ان انت لما بتقارن بتاخد الستارت مع بعض والفينيش مع بعض، تجيب الفرق ما بينهم يديك الايه السلاك. تعال نشوف الشكل اللي عندنا هنا، ادي التيبل اللي فيه الاكتيفيتيز، ومن على النتورك اللي انا رسمتها ببدا اخد الليتست الايرليست ستارت والايرليست فينيش والليتست ستارت والليتست فينيش، وابدا احسب السلاك. فين الكريتيكال باث اللي عنده سلاك بزيرو؟ هي ده اللي هيعتبر الكريتيكال باث. يبقى انا لو بصيت هلاقي ادي الاي والبي والاف والجي والاي، يبقى الكريتيكال باث بالنسبه لنا هي الاكتيفيتيز دي اللي عنده سلاك بكام؟ بزيرو. طيب هل دي ديت هو كده تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا بنحسب السلاك، وقلنا السلاك ده بيحدد لي اللي طلع عنده قيمة زيرو هو ده اللي هيعتبر بالنسبة لنا ايه، هو ده اللي هيعتبر بالنسبة لنا ايه الكريتيكال باث. ده الشكل النهائي للنود النود البروجكت نتورك. تعال نشوف بقى لو عايزين نعمل كراشنج. يعني ايه كراشنج؟ يعني نسرع شويه، نسرع المشروع شويه. يعني ايه تسرع المشروع؟ يعني بدل ما احنا قلنا ان التايم تو كومبليت ذا بروجكت 30 ويكس، يعني المفروض هنكمل الاسبوع هنكمل البروجكت في 30 اسبوع، لا احنا عايزينه يخلص قبل ال 30 اسبوع. طب عشان يخلص قبل ال 30 اسبوع انت هتعمل حاجتين، ايه هي؟ هتعمل كراشنج للتايم، يعني هتسرع الوقت. طب عشان تسرع الوقت لازم هتعمل انكريز للكوست، يبقى انت كده هتعمل حاجتين، تسرع الوقت يعني تعمل ريدكشن في التايم، تقلل الوقت، بدل ما كنت هتاخد 30 اسبوع هتاخد اقل من 30 اسبوع، يعني بتعمل كراشنج للتايم، تسرع الوقت. طب عشان اسرع الوقت، عشان ازود سرعة الوقت، بدل ما تاخد المشروع اعمله في 30 اسبوع اعمله في 26 اسبوع بس، يبقى في الحالة دي انت هتتحمل بتكاليف زيادة، يبقى احنا هنعمل ريدكشن للتايم ونعمل انكريز للايه للكوست. هنا بيقول لي the completion time for this project using normal times is 30 weeks. في النورمال تايم اللي احنا اشتغلنا عليه هنستخدم 30 اسبوع. المطلوب بقى عشان نعمل crushing which activities should be crushed، عايزك تحدد الاكتيفيتيز اللي المفروض هنعمل لها crushed يعني نسرعها، and by how many weeks وبكام اسبوع in order for the project to be completed in 26 weeks. عشان نخلص المشروع بتاعنا في 26 اسبوع بس عايزين نسرع الوقت، وعايزين ادم هنسرع الوقت يبقى ايه اللي هيحصل؟ الكوست عندنا هتزيد. طيب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ تعال نشوف. بيقول لي هنا to determine just where and how much to crush activity times we need information on how much each activity can be crushed. يبقى احنا عايزين نعرف معلومات عشان نعمل كراشد للاكتيفيتيز، ناخد وقت ايه الاكتيفيتيز اللي هنعمل لها كراشد بتايم قد ايه اند هاو ماتش ذا كراشنج بروسيس كوست، وهتتكلف قد ايه. هينس وي ماست اسك فور ذا فولوينج انفورميشن. يبقى انت هتحدد الحاجات دي، لو جاوبت على الاسئله دي يبقى انت كده خلاص هتعرف ايه هي الاكتيفيتيز اللي هتعمل لها كراشد، هتعمل لها كراش بتايم قد ايه، وهتعمل انكريز للكوست قد ايه. Activity cost under the normal or expected activity time. Time to complete the activity under maximum crushing. طبعا بتعمل maximum crushing يعني انت كده بتعمل عايز ايه the shortest possible activity time. بعد كده activity cost under maximum crushing. الactivity cost under maximum crushing. طيب ده بيتعمل ازاي؟ تعال نشوف.
In the critical path method اللي احنا قلنا اختصارها CBM CBM approach to project scheduling, it is assumed that the normal time to complete an activity, ورمزنا للتايم to complete activity ب T و J ده الاندكس بتاع الاكتيفيتيز يبقى T J, which can be met at a normal cost, هيتكلف normal cost C اللي هي الكوست للاندكس بتاعنا J للاكتيفيتيز يبقى C J cost for activity J, can be crushed to a reduced time, ممكن نعملها crushed ل reduced time, عايزين نقلل التايم يبقى T crushed للايه للاكتيفيتي J under maximum crushing for an increased cost, يبقى لما نعمل crush للتايم لما نعمل reduce للتايم هنعمل increased للكوست في نفس الوقت, وتبقى ال increased cost او ال crushed cost هتبقى C crushed لل J. Using critical path method activities J crushed maximum time reduction, هنرمز للماكسيمم تايم ريدكشن الاقصى تخفيض ممكن نعمله في التايم هنرمز له ب ام جي, جي ده الاندكس برضو بتاع الاكتيفيتيز, may be calculated by جي تتحسب ازاي, تاخد التي للاكتيفيتي جي اللي هو النورمال تايم ماينس الكراشد تايم اللي هو تي كراشد, ده الفرق ما بينهم يديني الايه الماكسيمم تايم ريدكشن. It is assumed that its cost per unit reduction, ال cost per unit reduction التخفيض لل unit هنرمز له ب k j is linear and can be calculated by, تحسب ازاي k j, تحسب ازاي ال k j ده احنا ممكن نقول عليها السلوب الميل اللي هو عبارة عن ال cost ال crushed cost minus ال normal cost divided by ال maximum time reduction. ادي البيانات اللي هي عندنا given بالنسبة للإكزامبل اللي احنا ماشيين عليه, ادي الاكتيفيتيز, ادي النورمال تايم وكوست, ودي اللي احنا كنا اشتغلنا عليها ورسمنا عليها النتورك, ادي النورمال تايم والنورمال كوست, اداني كمان الكراشد تايم والكراشد كوست. هتلاقي دايما ان الكراشد تايم يا اما ايكوال للنورمال يا اما less than النورمال, وادي الكراشد كوست هتلاقيها more than الايه النورمال كوست. كل اللي انت بتعمله بتعمل لنا تيبل تاخد فيه نفس البيانات اللي عندك, ادي الاكتيفيتيز وادي التايم النورمال وادي الكوست النورمال وادي الكراشد التايم والكوست. هنبدا نحسب اول حاجه التايم ريدكشن, وقلنا التايم ريدكشن ده عباره عن النورمال تايم اللي هي التي جي ماينس التي كراشد اللي هو التايم اللي احنا عايزين نعمل بيه كراشد او التايم في ظل الكراشد. يعني هنا 6 ماينس 5 ايكوال 1, يبقى احنا بناخد التايم النورمال ماينس الكراشد, 4 ماينس 4 0, 3 ماينس 2 1, 6 ماينس 3 3, 3 ماينس 2 1, 10 ماينس 7 3, 2 ماينس 2 0, 6 ماينس 5 1, 8 ماينس 4 4. طيب بعد كده بتروح تحسب الكراشد ديفايد باي النمبر اوف ويكس اللي عندك, ما هي دي كلها ويكس, التايم كله بالويكس اللي احنا قلنا هنسميه الايه الاسلوب. طيب يبقى الاسلوب ده هيساوي ايه, هيساوي اهو نكتب القانون بتاعه هنا تاني اهو, السي كراشد للاكتيفيتي جي ماينس النورمال كوست سي جي, يبقى انا هحسب الفرق في الكوست ديفايد باي اللي انت حسبته الماكسيمم ريدكشن اوف تايم اللي احنا رمزنا له ب ام جي. يبقى هنا هقول ايه, ادي ال 100000 ماينس 80000 يبقى 100000 ناقص 80000 يدينا كام, يدينا 20000 ديفايد باي ام, يبقى احنا دي الام جي ها ديفايد باي 1 يبقى 20000. اللي بعده هنا 100,000 minus 100,000 0 divide by 0 ما لهاش حاجة, يبقى بالنسبة ل B ما فيش أي حاجة. C 100,000 minus 50,000 divide by 150 يدينا الناتج 50. اللي بعده 300,000 minus 150,000
يبقى الفرق 300 ألف ناقص 150 ألف يبقى 150 ألف، اقسم divide by 3 يبقى 150 على التلاتة ب50 ألف and so on. طيب انت كده حسبت الايه الماكسيمم ريدكشن تايم، وعندك هنا الاسلوب اللي هو الكوست بير ايه بير ويك او بير يونت اوف تايم، ادي عندك ايه. طيب هتبدأ تعمل ايه بعد كده؟ هتبدأ تحدد انت عايز تعمل كراشنج للتايم من كام لكام. انت شغال على النورمال ان انت تخلص البروجكت بتاعك في 30 ويكس، انت عايز تخلصه في 26 ويكس، يبقى انت كده عايز تعمل كراش بقد ايه؟ ب 4 ويكس. انت عايز تعمل كراش ب 4 ويكس. طب اجيبهم ازاي؟ ركز بقى في الحتة دي. انت كده حددت الاسلوب، بتروح تركز لي على الكريتيكال باس واحنا محددينه A B F G اي. ادي الاكتيفيتيز بتاعت الكريتيكال باس، ادي الاكتيفيتيز بتاعت مين؟ الكريتيكال باس. طيب نعمل ايه؟ نروح نبص على المينيمم اسلوب، اقل اسلوب. يبقى انت كده لما تيجي تروح تبص انت عايز بتاع ايه اهو، وعايز بي ما عندوش اصلا، ما عندوش اي ريدكشن، مش هعرف اعمل فيه ريدكشن، واف وجي ما عندهاش برضو ريدكشن، واي. يبقى انت بتقارن الارقام دي بس اللي زيرو، يبقى ده مش هينفع نعمل عنده ريدكشن اصلا، مش هيفيدني في الايه، في ان انا اعمل كراشنج. طيب اختار مين اقل واحد؟ اقل واحد هو ال 20000 بتاع مين؟ بتاع اكتيفيتي ايه. طب ايه ممكن اعمل له كراش بكام؟ الفرق واحد. يبقى هنا ادي اول واحد من الفور اللي احنا عايزين نعمله، احنا عايزين نعمل كراش بفور ويكس، ادي واحد. طيب زي ما اتفقنا البي ما عندهاش كراش لان انا مش هعرف اعمل لها ريدكشن في التايم. مين اللي عليه الدور؟ الاف. الاف هنا بكام؟ الاف هنا عندها الاسلوب بكام؟ ب 60000، والجي عندها مش هينفع اعمل كراش، والاي عندها 75000. مين الاقل اللي عليه الدور؟ يبقى الاف اللي عليها الدور. الاف عندها ريدكشن، ممكن اعمل ريدكشن بكام؟ ب 3 ويكس، يكفوني ان انا اعمل ريدكشن ب 3 ويكس. يبقى دي كده ادي خدت ريدكشن هنا ب 1، وهنا خدت ريدكشن بكام؟ ب 3. خدت ريدكشن هنا ب 1 وخدت ريدكشن هنا بكام؟ ب 3. يبقى انت كده عملت ريدكشن بال 4 ويكس. طيب كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان التي الخاصه بايه عملت لها ريدكشن ب 1 هتبقى 5، والاف عملت لها ريدكشن ب 3 هتبقى 7، والباقي زي ما هو. يبقى هنا عملت ريدكشن لده هتبقى بويك، هتبقى بدل 6 هتبقى 5، والاف عملت ريدكشن ب 3 ويكس فبدل ما هي 10 هتبقى 7. طيب الخطوه اللي بعد كده ركز فيها، نبدأ بعد كده مطلوب منك انك تعمل linear program for